قضية الرمل العشوائي هذه القضية المعضلة اللي ما تنتهي. احنا نبقى نسلط الضوء على كل جوانب هذه الظاهرة السلبية واللي تاخذ حياة ارواح المواطنين. شاب البصرة يفقد حياته بسبب طلق ناري طائش. شنو سبب الرمل العشوائي؟ اكيد له مشكلة، له مشكلة، هي واحدة من اثنين، لو على ألف دينار، لو على اشياء جدا تافهة وما تسوى. للاسف كل الدعوات لرفض هذه المظاهر الكارثية ده تقابل بالرفض والنتيجة مستمرة. شاب يفقد حياته والجاني مجهول. تابع المقطع. صارت عقله وغلطين، كان اهله بالصالون وجت له طلقه تايه. صارت عقله وغلطين، كان اهله بالصالون وجت له طلقه تايه.